اهلا وسهلا كديري، لاباس عليكم؟ هاني نتمنى يا ربي يلقاكم الفيديو بصحه جيده. سمحوا لي كنت عطل عليكم وحق الله العظيم. ما صورتش معاكم من فاش بارطاجيت معكم داك الروتين اللي ما عرفتش من النهار هذاك صراحه. سنقلنا مهم بارطاجيت معكم الحد روتين كامل، وبارطاجيت معكم وراه فيديو اخر مابقاش عقلاش من نهار. المهم راه تقريبا سيمانه ما صورتش، وقيله هذاك الفيديو الاخر اللي حطيت لكم راه ديال نهار 2 ولا 3، ما صورتش سيمانه كامله تقريبا. اليوم الحد غادي نصور معاكم كيفاش غادي ندوز الحد. من بعد السبت خدمت، واليوم الحد غادي نخدم، يعني كاين الخدمه بزاف وخاصهم الناس، داكشي اش كنمشي نخدم. مزيانه اليوم ومزيانه ليا انا، مزيانه اليوم غادي نعاونهم ومزيانه ليا انا كندخل الصالير ديالي. المهم اليوم الحد تاني غادي نخدم، عندي من 12 حتى ل 6. يلا نط الصباح، بقى بنتي والصغيره وراجلي ناعسين، نط غير انا ونور فقنا مع 7:30 طلع عليا النعاس. صافي هبطت انا درت لي قهوتي، نور تاهي خدات المشروب ديالها ورا خدات غير بيسكوي. دابا انا شنو غادي ندير؟ غادي نجمع شويه الكوزينه لان حطيت فيها دابا فطوري وفطور نور. اشنو غادي ندير؟ غادي نصايب لهم شي حاجه يفطروا بيها، وبالنسبه للعشاء غادي ندير لهم واحد العشاء خفيف لانني انا غدا نخدم. عندي لهم عيل بطاطا وبروكولي في الفران، ولكن اول حاجه خصني نفور بطاطا وبروكولي، نمشي من الكراج نجيب البرمه ونفور. ما تما معايا اللي درت راكم معايا، وغنبارطاجي معكم حتى روتيني في الخدمه، مقتطفات من الخدمه ان شاء الله. نحاول نشوف كيفاش نقابل معايا الكاميرا ونصور لكم، لانني كنلقى شويه صعيبه باش غير نهز كاميرا ونصطاليها، راه صعيبه ما كنساليش يدي خدامه. المهم انا غنحاول نشوف كيفاش ندير ونبارطاجي معكم شنو غادي ندير اليوم في الخدمه. الى عجبكم الفيديو تحت اللايكات، والله البنات الا كنعجز ما كاينش الوقت، والله ما كاين الوقت، وتا المشاهدات طايحه، يعني ماشي مشاهدات طالعه. داكشي علاش حتى هي ما كنزعمش عدد اللايكات طايحين، داكشي ما كنزعمش ندير فيديو، يعني ما كاينش واحد الحماس، ما كاينش شي حاجه غتخليك تحمسي وديري فيديوهات، ما كاينش. داكشي علاش كنقول عرفتي شنو، ما كايناش المشاهده. نعطي وقت لبناتي، نعطي وقت لراسي، مابقاش انا نجهد على راسي والمشاهده ما كايناش. لكن عن جهد والمشاهده ما كايناش، راه كنضيع من وقتي وكنضيع من وقت بناتي باش نحط فيديو. مي ما كيتشافش ما كاينلاش، اللهم حتى يكون عندي الوقت ونحطو صافي، كيتشاف كيما تشاف، ما عنديش السوق دابا. المهم الا عجبكم ديروا لي واحد اللايكات، فرجه ممتعه. صافي هنايا ها هو البروكولي نقيتو، بطاطا حتى هي حطيتها. هنا عندي السلمون طري وغنديرو ليهم. هنايا واحد العصير كنصايبو ليها، راه فيه التوت فيه بلوبيري فيه البنان وفيه حتى دانون، كنعصرو ليها مع الليمون. هنايا عندي المقارونية تسلق. البنات انا شديت كريم فريش وطحت درتو هنايا، درت معاه شويه فعلا واحد شويه ديال الماء باش نذوبو، وغنكبو على هذيك من الفوق. كنكون جايه ونجيب معايا الفرماش. صافي بركه. انتما البنات ملي تفور ليا البطاطا والبروكولي درت فوقهم زعلم هكا من الفوق، وغادي نخوي اليوم هاد لاصوص.
شد الكاميرا بيتو كنصور. المهم صافي البنات غادي نمشي للخدمه، غيوصلني هشام وغنعطيه فرماج هاكو حكوك باش يلوحو غير من الجناب ما يلوحوش على ظالم. المهم هنا وصلت للخدمه، اول حاجه كنبدا بها ملي كندخل الخدمه هي لاكيس، كنمشي نيشان كناخذ البوست ديالي. أين أنت من تختلف من فيك تكسان تصليت؟ وش تبون؟ اشبلي فوتي دو بونوتش هاي دوي انا اشتغلت في فندخنو هلو يا 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 alle producten geactiveerd? Heb je alle producten activeren? Ik weet niet. Moet even kijken. Waar is jouw lied? Ja, hier. Moet je hier kijken? Moet je alle de dingen activeren? Voor korting krijgen, snap je? Als je geen activeren, krijg je niks van boodschappen. Ja, maar iedereen zo doet, ik heb beter. Ja, scannen en activeren. Thank you.
20 15 سنت اصبليت. شغلك نوك ماكشر دبون يا ساتر ليه بليف اوبر از دروك. هالو ثانك يو عليا يوك بنا يا دابا عندي باوزه كنمشي ناخذ شي حاجه ناكلها. دابا غناخذ واحد البيتزات حيت عندي شلاضه. البنات طلعت للكوزينه نتوما هاي الكوزينه. عندي بوز واحد الساعه خديت لي هاد فوسيه طماش كيكون فوسيه وين بحال البيتزا خديتها. وعندي شلاضه هنا يجي معي مقرونيه بالطون وداكشي. وخديت لي عصير ودابا غادي ندوز نتغدى. المهم البنات ملي كتوصل ديك 8 ونص ديال العشيه مهم كل مره في من كتجي هاد الشيء اللي كندير انا وهي هذه المخبازه. من بعد غادي نهضر معكم في فيديو خاص نقول لكم كل شيء على ليدل لان البنات بزاف كيسولوني. مع العلم انا هضرت على ليدل اشنو كيطلبوا كل شيء ومع ذلك باقي البنات كيسولوني ملي كندير هكا تيك توك باللبسه ديال ليدل كيسولوني. غادي نهضر لكم في فيديو خاص غير كتبوا لي الاسئله اللي بغيتوني نهضر عليها في الفيديو على ليدل كتبوا لي في هذا الفيديو هذا ونجاوبكم على الرحب والسعه. ما كاين حتى شي مشكله البنات الله يودي. حنا راه في الغربه خصنا نتعاونوا مع بعضياتنا واللي كتعرف شي حاجه تفيد الاخرى. المهم هادي المخبازه ملي كتصل 8 ونص ديال العشيه داك الخبز اللي كيكون كدوزيه للجنب باش كلشي داكشي كيتحيد كنصيفطوه للدجاج. وشي حاجه اللي فيها داكشي ديال اللحم ولا لاكريم راه كيلوحوها في الزبل. يعني الغد اللي كتجي حاجه جديده في المخبازه يعني ماشي كيخدموا بداكشي اللي كان. هادشي اللي بغيت نقول لكم وصافي. المهم كيف قلت لكم ماشي ديما انا كندير المخبازه كل نهار. وشكون كديرها راه حنايا راه 30 واحد في ليدل مادر ويرك يعني 30 وحده واحد خدام في ليدل يعني كل نهار واحد كيدير هاد المخبزه. ما يمكنش غيعطيوها لواحد يديرها لان صعيب شويه الحال. وهذوك اللاطات اللي نتوما غتشوفوني كبارين كنهزهم راه ثقالي راه كيطيحوا الكتف لي هذا ما غاديش يقدروا يخصوا واحد للمخبزه. صافي كل نهار كيدير واحد وصافي. الشو كنصوصوه مزيان وكنشطبوهم. وبالنسبه ديال الاثنين كنحيدوهم نهار اثنين وديال الثلاث كنحيدوهم نهار الثلاث وديو الاربعاء كنحيدوهم نهار الاربعاء. خميس الجمعه ما تحيدوهمش الويكاند. اثنين وثلاث كل لاطاس كيحيدوهم وكيخشيوهم في لاماشين باش كيتغسلوا. كنحيد الخبز كنديرو في الجناب هادشي مع 8 ونص 9 د الاربعاء عاد كنجمعوا كلشي اللي طلاح طلاح ولا تمشي للدجاج تمشي للدجاج. هانتوما شوفوا البنات المخبزه قداش راكم كتعرفوا المخبزه ديال ليدل قداش كتكون. هادي كامله كلها كنديروها صافي البنات. هنايا كنحيد دوك اللاطات اللي قلت لكم كيديهم يتغسلوا كنحيدهم. هنايا كنختار هاد النهار ما عرفتوش اش من نهار كان باش عقلش من نهار كان جاتني فيه النوبه هذه ديال اللاطه. المهم كتجيني مره في الشهر نوبتي باش نجي ندير هاد المخبزه مع 8 ونص. المهم هنايا راه ساليت كنحيد غير اللاطات باش نحطهم لهم في واحد الكاخ باش يديهم يتغسلوا في لاماشين. المهم اللي غادي نقول لكم وهو ليدل فيها تماره. اللي غايقول لكم ليدل ما فيهاش تماره ليدل فيها تماره فيها تعب بزاف بزاف. يعني اللي غتخدم فيها هي لالا ومولاتي واللي كتقدر تصبر التماره. يعني الا كنتي كتضربي تماره وما تقوليش احد دخلي ليدل انا نقول لك البنات لان فيها بزاف. فيها النهار اللي غادي تقدر تجي فيه هاد المخبزه هذه اللي كطيح الكتاف. كاينه الوقيتة اللي غادا تجيك تمشي تستفي السلعه يعني ملي كيجي الكاميور كيجيب السلعه يعني الكراطن تقال لا ديال الحليب ولا ديال دانون ولا ديال الشراب ولا ديال اللحم ولا ديال كلشي. داكشي كتهزيه انت ديك الكرتونه الثقيله وديها وتستفيها. كاين النهار اللي كيجي هذيك اللي كتجيني انا سهله دائما وهي كيقول لها هنايا شخور وهي كدور على المحل اي كرتونه اولا شي حاجه بانت لك خوات من البرودوي ديالك كتحيدها تلوحيها وكديري كرتونه جديده. يعني هذيك الكرتونه الورانيه كتزيدها لقدام مثلا
كرتونه ديال الخضره ديال مطيشه سالات، كتحيد ديك الكرتونه وتعري لها كرتونه جديده، لان الناس ملي كيهزوا السلعه ضروري كتخوى ديك الكرتونه ديال ديك السلعه. هذه كتجيني انا سهله. و لا ماشين اللي كندور على ليدل باش كتجفيه واحد بحال الموتور، هذيك كيجيني حتى هو ساهل. والشطابه اللي كنشطب بها ليدل كامله حتى هي كتجيني سهله، لان دايرين جوج شطابات بحال شكل المقص ديال السوشي بحال ما هكا كضربي على المحل، هادو كيجيوني ساهل. ولاكيز حتى هي راها صعيبه 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 بزاف. مهم ليدل فيه تماره، واي فلوس تشديهم من ليدل راه كتشديهم حلال، غير بالنسبه للبنات اللي باقين صغار وكيشدوا تما 7 اورو 9 اورو اللي شويه صعيب عليهم الحال. ما بحال حنايا كنشدوا 14 اورو و 95، يعني شي حاجه مزيانه. وصافي هادشي اللي كاين. كاينه اللي كتدخل ليدل شهر وكتخرج ما كتصبرش، ولكن الحمد لله حنايا راه ما كنشقوا في ديورنا. كان ضاربين تماره، انا بعدا ضاربه تماره في المغرب، كنت كنخدم في المغرب، كنت كنخدم كل شيء، خدمت المينا، خدمت كل شيء، كل شيء خدمته، ما خليش شي حاجه ما خدمتهاش في المغرب. يعني مولفه بتماره، يعني ما عنديش مشكل انا. لهذا انا ليد الخدمه عجبتني، وتا الماناجر سولني قال لي واش خدمه عجبتك، قلت لي الحمد لله مادام لاقيه البنات خدامه معهم درويشات الماناجر مزيانين معايا غادي نبقى معاكم في هذه ليد حتى الموت ان شاء الله، الا ما خرجتني شي حاجه اللي هي مضطره نخرج عليها. صافي هذا اللي كاين. مهم اي سؤال بغيتو تسولوني لي ديال ليدل ومحتاجين تعرفوها سولوني في هاد لا فيديو هذا، والله غنجاوبكم في فيديو اخر، غير في هاد الفيديو هذا ما تسولونيش في شي فيديو اخر، باش غادي نهز الاسئله من هاد لا فيديو ونجاوبكم عليها. صافي البنات، المهم هنايا بقات لي عيل مخبازه صافي، وغادي نمشيو في حالاتنا. المهم البنات من ورا بوزه مشيت خدمت، درت اول حاجه باقي كما قلت عليا حويجات، حيت انا غادي ندوز حتى انا. جيت حيدت عليا حوايج الخدمه، لبست حوايج عاديين حيت مازال غادي البس بيجامتي. اول حاجه غنوجد ليا الدوش ديالي، كندوش ليا من بعد ندوش النور ندوش انا بالصحه بالصحه. صافي البنات يا راه سالات، ها هي لبست بيجامتها وغادي نهبط نطلع المعويره. ها هي نور تاهي دارت الدوش. عندك بنيتي تقطعيها، يلا جلسي تكي ويجي بابا دابا يلا. تاتي بنت بوكي اه هو غادي يجي ويجيبو لكم معاه. المهم هاد النهار كان نهار الجمعة، تفكر دابا ملي كملت لا فيديو داكشي علاش نعست نور شويه معطله، لان غدا السبت العطله. صافي البنات ملي كنعوم البنات وكندوش حتى انايا عاد هبط دابا. اوه شعلت لي التلفازه تقيشرات. ايوا صافي وديك الساعه غادي نبقى جالسه هنايا دوشت براجلي طلع يدوش دوش داخل، يعني النهار ديال التدويشات. ايوا صافي المهم انتم معايا اللي درتها راكم معايا، ولا ما بقيت نصور والو راه غنحبس معكم فيديو هنا. الشنطه فيها والثوب طابت قول واك واك واك، وماما زمنها كيا كيا بعد شوية كيبة، معاها شنطة فيها والصوبطة بتقول واك واك واك، ماما هكية هكية بعد شوية.